السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، جمعة مباركة. كي راكو دايرين؟ كي داير الأحوال؟ اللهم اغفر لنا ولكم ولهم موتانا. كي راكو دايرين؟ كي داير الأحوال؟ شتو البحيرة؟ البحيرة راها تكبر، كلشي عندنا فيها، المطيشة، الشلاضة، البنجان، الفلفل، كلشي فيها. وكنرتاح أنايا من نكون هنايا، كنقي الربيع. لكن اليوم غادي نحكي لكم، كنت قلت لكم بزاف الناس اللي عطاوني التسريح باش ننبهكم على السحر ماشي غير اللي جيتو تاكلو عنده، باش تحضروا راسكم فهمتوا، لان السحر كثر. عقلتوا فاش هضرت عليكم؟ هضرت هذه مده، راني عاد طولت. ما السيد قال لي خاصك تحكيها، السيد اللي في المان اللي جا عندي هنا، فهمتي؟ هذاك السيد في المان هو اللي قال لي حكي. وبزاف الناس، راه عندي بزاف الناس اللي داويتهم، وداويت السيد وعاد هني تقريبا شي شهر عندي، وهو اللي عطاني التسريح وقالها لي هذه مده، وانا كل يوم كنت نحكيها لكم، ما عنديش الوقت. اليوم غادي نحكيها لكم باش تحضروا راسكم بالصح وما تثقوا حتى في شي واحد، لان الصحابات اليوم كلشي كيتعجك، اليوم كلشي كيسحر. مات العرض داك، فاش تثق؟ ما بقاش ديك الصداقه ديال بكري، لا اصدقاء ولا صديقات ولا اصحاب. الخوي يسحر كيتا ديالي فوتا ديالي جاك، فهمتوا؟ اليوم الخوي يسحر، الاخت تسحر، كلشي يسحر، الجده تسحر، الخاله تسحر، العمه تسحر، كلشي كيسحر. الرجال ولاو يسحروا اكثر من العيالات، فهمتوا؟ لان بكري كانت تقول لك غير العيالات اللي كيسحروا، لا، اليوم الرجال كيسحر بزاف. عندي الزوفيه وخي صحابو كيسحروا. هاد السيد لاباس عليه، يسكن في المان، اغنى ناس في المان. كاين الاخت ديالو في امريكا، الوالدين ديالو في المغرب، كنسلم عليه، كنسلم عليه هو وكنسلم على الاخت ديالو. عنده ثلاثه ديال صحابو كيخدموا معاه ويخدموا عنده في الشركه ديالو. هو كان تزوج وطلق وما تفهمش، هو السيده هو مشى فحالها، طلقوا زعما بحال الخوت، فهمت؟ كلها ومشى الحال. لكن صحابه غدروا، راه كان عندي واحد الدريات، هما وباهم بنات هولندا، هما الوالد ديالهم لان كنت نداويهم تاني، كاين سحرت له الام ديالهم، لان هما مشاو مع باهم، لقاو امه غلطه ومشاو مع باهم وبقات تعطيهم في السحر. وكانوا جاو عندي، هما كانوا شافوا واحد السيد فجاء عندي المطار. السيد انا نعرفو، شرع عليا بزاف ديال الاعشاب وديال القبولات، كي داير بالزين ما تقدرش تشوفو فيها الدريات. لكن الغدر جاو معند عند صحابو، الروح والروح، شي 20 سنة هادو الاصدقاء ديالو، هو مخدمو عندو. هو كان شوية مهموم، وكانوا في الباطو ديالو، هو عندو الباطو تما ديالو، الجاطي، هما كيقولو لا جاطي، فهمتي؟ كان داك الجاطي ديالو تما، وكانوا سهرانين هما في ديك السهرة، في ديك العشاء دارو له الماكلة. فاش دارو له الماكلة، فاش يرمي حشاك راسو في البحر، وهما يستولوا على كلشي داك الرزق. من دارو له الماكلة، هو بقى سخن وبقى يقطع شعرو حشاكو ويقطع في الكسوة ديالو باش يرمي ديالو في البحر. هاد كيسميتها واقعي، فهمتو؟ وهاد السحر واقعي، فهمتي؟ كي تاكليه كينوض فيك الحال، لان خدموه لا بدم المغدور ولكن مع حوايج واحد اخرين، فهمتي؟ مين خدموه لا باش يرمي راسو في البحر، حاشاكو بقى طرطق من الدم، من المسائل الحساسه، من الضيبور، ومن المسائل الحساسه اللي بالدم، لما نقولها لكم راكم تعرفين، طرطق من الدم. هذيك هي، هو مين دار هذاك الشيء؟ دخل في صاحب الطواليت بالموبيل، عيط لي قال لي ابراهيم انها واش وقع عليها واش وقع لي. قلت له هذاك سحر. قال لي ها واش وقع عليها واش وقع عليها واش وقع عليها واش وقع لي. قلت له هذاك سحر، غادي تعيط للبوليس وتعيط لشي كاوري، وهذيك الماكله اللي قدامك خاصك تجمعها، ضروري ديك الماكله تجمعها باش تكون حجه. قال لي واخا، عيط للبوليس، عيط للامبولانس، عيط لصاحبه، صاحبه هو دار كل شيء، كاوري الالماني، فهمتي؟ حتى هو يخدم معاه تما في الشركه ديالو. مين عيط لكي سميته، جاو البوليس وجاو لومبيلوس وكيسميته، قال لك صاحبه خاصك تهز الماكله، لانه هو كان قالها في التليفون كيسميته، هز الماكله. هذيك الماكله هزوها، وغير هذيك الماكله هما ما كلاوش، فهمتي؟ راك عارفه مع الشراب والخمر وكيسميته، وهما كانوا ضاربين حساب لا غير، كان فيه الجوع ولا غير، كانوا موجدين لهاد الضربه دقه، يرمي راسو في البحر ويستولوا على كلش. هذيك هي، فاش جاو البوليس وكيسميته ولومبيلوس وكلشي، وصاحبه جمعوا هذيك الماكلة، لأن قال له خاصك الماكلة اللي تبعها، قال لي إبراهيم الماكلة خاصك تجمعها، هي الأولى، هي
الادله هذيك هي جمعوا كاع هذاك الشيء وداو كيسميته من دخلوه لقاو تسم تعرفوا واش وكلوه وكلوه دم المغدور وزغب الفار وطفال الفار والزواق الزواق الزئبق علاش طرطق حاشاكم من القدام من الاخر ترى عندي عدة ناس باش تحتوي راسكم من الماكل فهمتوا الله ياخذ فيه الحق هذيك هي قعد في السبيطار شهر ما داروا له والو يا ويخوي وغسلوا له اللبن عاد غسلوا له كل شيء بقى حاجه وعاد يسيد عيط لي قال لي ابراهيم انا ضروري نجي عندك قلت له ضروري تجي لان السحر ما يفهمولهش الاطباء خاصك ضروري تجي عندي هذيك هي كي جا عندي كانوا انا بعد عندي ديك بنات هولندا هما بنات هولندا مع باه كنت كملت لهم بعد هما كان عنده سحر كنت كملت لهم ومشيت نركبهم في المطار وهو جا تعرفوا كان يلبس غير كوستيموت هو شي بس تعرف واش جا جا في تريكو مقطع في التقاشر مقطع يعني بغاو يهبلوه بغا يتهناو جا في تقاشير ما جا لا صفات لا والو ما كيشدو بقيت غير نبكي على النكته بقيت نبكي حتى هادوك واخا ما يعرفوش مساكين دوك البنات كي دايرين بالزين تاع كي زايدين في هولندا هما باهم تاني كاين مشاكل راه ما خطر حتى شي تاني كاين هما قلت له هذا السيد اللي راني نتسناو سميتو مشاو عنقوه وقالوا لي راك طحت في يد صحيحة وراه غادي يسلك ايوا هاديك هي جبتها قلت له ما تشتش لوطي عطيتو البارطمان ديالي قلت له غادي تقعد في البارطمان ما تمشيش لك تدير شي حاجة ايوا هاديك هي بقيت ندير له استفراغ الصحي جبت شي 20 عشبان تاع الدباغ عندي الدباغ 20 نوع هاديك هي جبت الدباغ وبقيت نقيه الدم ونتقيه الزئبق ونتقيه واحد البولة قد ديال كشمته ديال غاب الفار وطفار الفار لان هي اللي تعبر علاش شتو شحال من واحده مره كتلقى واحد حمق في الزنقه يدور وكسمته هذاك اللي كتلقى واحد حمق وكسمته هذاك زغب الفار وشعر الفار كيديروه دم المغدر غادي تقول علاش حسيتي ابراهيم باش تحضيو راسكم ماشي غتخلطوا تعرفوا فهمتوا لان انا خاصني ننبهكم وجعوني رجلي راني لا لا قطعت المعطيشه ولا مشات تقتلني راني زارع البحيره كلشي هذيك هي تاني كنت طحنت له الاعشاب الاعشاب اللي كليته انايا فاش كليت السحر درته له درت له عود القصل الهندي سمع مزيان درت له عود القصل الهندي السانوس الحبه السوداء سرغينه كف مريم ودرت له عود اغريس هادو طحنتهم على يدي غسلتهم نشفتهم طحنتهم طحن نشفتهم مزيان زدت عليهم كف مريم وزدت عليه شويه ديال كيسمي تاع الفجر السوداء زدت غير واحد شويه واحد ثلاثة ديال واحد السبعة ديال الحبات ديال الحرمل ودرت واحد الخمسة ديال القرنفل وطحنته مرة واحدة أنا هذا هو اللي سلكوا من السحر أنا كان اللحم داب مني حتى هو غير داك الشهر ولا حالة وصفار صفار 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 هذيك هي من قيته وكسميته بقى يخاف بقى يحس براسو هذيك هي خاصة هو لأن شكاب هذوك قلت له خاصك تعطي الوكالة للأخت ديالك قال لك كي نديرها قلت له نمشي معاك النوطاريو هنايا انا عندي اصدقاء ديالي وعندي مداخل هنايا وعندي تنسيبي هنا في الحكومه وهاديك هي مشيت معاه ودرنا داك الانتزال الاخت ديالو جات من امريكا هي اللي كانت تشارع معاه تما وهاديك هي ثاني كاين من خفاف من ديك التقيه وكيسميتها بقى ياكل ديك العشاء بقى مخير كل صباح هنايا نمشي عنده تما البارطمون تاع كل شي مره نفطر معاه شي مره نتعشى معاه ونجي للدار ديالي هنايا العرب هاديك هي بقى يتحسن بقى يتحسن تاني كي شديت الفواكه الجافه كامله القرقاع اللوز كل شيء جمعته مره واحده عندي الماكينه هنا وشديت تاني كي معايا القا صغيره ديال السانوس وشديت حبه ديال الجوزه ديال الجوز الطيب شديت شويه ديال عود القصل الهندي طحنا انا كطحن على يدي عود القصل ديال الهندي درت له غير شويه ديال كي ديال عود اغريس شويه ديال سرغينه ودرت له ديال عباء السيدة فهمتو خرج الأسد كنجيبو على يدي كنت غاطلو مزيان من الشو وطحنتو له هادو وطحنتو مع الفواكه الجافة وخلطتو له العسل وعطيتو له شهر رجعتو دوري شي هاديك هي قال لي ابراهيم واش نمشي قلت له خاصك تمشي وتبقى ترجع عندي كل مرة في الشهر وهاديك هي قال لي الوالد ديالو والوالدة يبكي ويدعيو معايا بدعوة الخير من المغرب راه عاد صيفطوا لي التصاور كلشي وراني مشيت تصورت عندهم فاش مشيت للمغرب مشيت عندهم
هذيك هي تعرف شحال فرحوا باهم، وهذاك العين الوحده اللي عنده، عنده الاخت، الاخت حاصله مسكينه غير في ثاني كاين في الزواج ديالها وكي سميتها والدراري وكي سميتها، ما عندها ما تصيفط، ولكن هو الا خطاه هو مشاوف الوالدين كلشي، واخا عنده الرزق تما وكي سميتها خاصها ديما يصيفطها ديك الشهريه وتهلي فيهم وديما يتكلم معاهم كلشي. شحال دعاو معايا وهو شحال دعا معايا، عطاني واحد الهديه كبيره ليا وللبنت ديالي ربي يحفظه. مشيت المغرب مشيت سنيت وبرا وبقى كل شهر يجي عندي، درك راه مزيان راه مخير، غنتشارى معاه هذوك دخلوا للحبس، راه في الحبس شرع عليهم كاع المغاربه خرجوا اللي يخدموا معاك، ما خلى حتى شي واحد، ما بقيت حتى شي واحد، ودخل غير الاوروبي باش تحطيو راسكم من السحر هذا. وتبارك الله حفيد كنسلم عليك وكنسلم على الوالدين ديالك والاخت ديالك، وتبارك الله عليك. وجات ثاني كل الاخت ديالو جات عندي من امريكا هي والراجل ديالها وليداتها، كان بغي يكون موت عليكم. وحطيو راسكم السحر، حطيو راسكم السحر يا عيالي. السلام عليكم ونقي الجريده، لان هذا الربيع كنعطيه للدجاج، الربيع اللي هنايا كياكل كلشي راني زارعو الشلاضه كلشي تبارك الله الحال. كان بغي يكون موت عليكم وتبارك الله عليكم. ودرك غادي نوريكم البحيره، ها هي شتوها ها فليو ها ماليسا ها كلش شلاضه كلش شتو تبارك الله، ها القصبر ها كلشي كاين شتو، ها السوده باللي ما تعرفوش ها ها الفيجل هو هذا شتو، انا زارعه ما يخطينيش تزرعيه في الدار ما يديرش بك لا شياطين ولا عفاريت. ها اليزير فهمتو، ها لويزا مع لويزا شتوها، هادي ماليسا ها هي كسميتها سالبيا فهمتو، ها الشلاضة ها كلش شتو كي دايرة. ميرامية هادي كيقولها سالبيا هنا في الإسبانيولية، وهنا الميرامية فهمتو، ها النعناع هذا ديال بنتي، شوف بنتي راه خرج لها مزيان تاكل تسقيه يوميا، قلت لها غادي تاكل ليه شتو. ها من الريوة، من الريوة جبتها من الجبل وغرستها وها هي نبتت فهمتو. هادي تاني كاين، هادي تاني كاين خزامه، لان خزامه فيها 20 واحد. كاين اللي ما تعرفش النعناع الحريره، النعناع الحريره هو هذا، هو ازرق والنعناع خضر شتي، كاين النعناع الحرش وكاين الرطب، وهذا المعدن شتو. والبنت ديالي زرعتها الفريز وداري عليها الشبكه باش ما ياكلهاش الطيور. ها الفران راني عاد التبن، راني كل مره نكملها بشويه عشان البالا ديال التبن شتو. وها تمر الترك، حنا في الارض ديالنا غير هو شتو، هذا هو. وتبارك الله عليكم وفي السلام عليكم.